بدعوة من مجموعة عمل الأحزاب والتيارات السياسية في الائتلاف، اليوم عقد في الائتلاف لقاء مهم مع مجموعة كبيرة من الأحزاب والتيارات السياسية السورية التي تمثل شرائح واسعة في سوريا. بعض هذه التيارات السياسية موجود في الداخل السوري في عدة مناطق من الداخل السوري، وأيضا من دول اللجوء لذلك الائتلاف، ومنذ إنشاء هذه المجموعة، مجموعة العمل الأحزاب والتيارات السياسية، نعمل على خلق ساحة عمل مشتركة بين هذه القوى السياسية الموجودة خارج الإطار التنظيمي للائتلاف من أجل الوصول إلى تنسيق وتعاون وبناء رؤى مشتركة يحقق تعامل إيجابي بين الطرفين، وأيضا يساهم في خلق وبلورة رؤى وسلوكيات سياسية للائتلاف السوري. هذا الأمر أو هذا الاجتماع اليوم الذي عقد هو مهم في هذا الإطار، وأيضا هو مهم من أجل مناقشة التطورات السياسية والميدانية التي حدثت في الفترة الأخيرة. هذه التطورات التي ربما تحدث عدد كبير من الأحزاب السياسية اليوم بأنها تمس بشكل مباشر وجود وصيرورة الثورة السورية، أيضا ربما تمس أيضا شكل سوريا ومستقبل سوريا. كل هذه الأمور هي نوقشت اليوم على هذه الطاولة، وأعتقد بأن النقاشات كانت مفعمة بالاقتراحات والأفكار الجيدة التي سوف نعمل من أجل الاستمرار في تعاطينا مع الحالة السورية بشكل عام، وهي خطوة مهمة جدا من أجل بناء الثقة بين الائتلاف والمؤسسات السياسية أو الأحزاب والتيارات السياسية.